بابا هزال تزوجت وراحت، ليش لساتك عم تفكر بكنان؟ هالكلب رح يوجع لنا راسنا لأنها تزوجت. قلت يمكن هو يلي قوص، رح خبر فورال بيك. خليهم يقوصوه لنخلص منه على الآخر. طلع كنان من راسك بقى، والله إذا صار له شي هزال بتجن على الآخر وتترك فورال. أنا ما فكرت من هالناحية أبدا. إيه أنا أساسا لهالسبب عم حذرك. اصحك. ها معك حق، ما عاد بدي أحكي بموضوع كنان، عكل لازم روح، عندي شغل. منيح، يعطيك العافية. شكرا. قال إذا مات كنان بتجن وتترك فورال، لك إذا بيموت هداك الكلب وقتها منرتاح. شو هدول؟ فورال بيك ليلة مبارح نام بغرفة الضيوف جنان خانم. ما حدا لازم يعرف بهذا الموضوع، فهمتي؟ وإلا ما بخليكي ولا دقيقة واحدة بهذا البيت، وما راح تلاقي شغل أحلى من هون. أنا بس مو هزال ما قدرت تاخد كل أغراضة معها، خطر لي ضبلها باقي تيابها، بلكي احتاجتن هنيك، وأنا فيني استقر بهي الغرفة بدالها. ايه طبعاً. ايه برو. نعم. هازال كانت مبسوطة؟ شفتي وجهها كان عم يضحك؟ امي ملك، صدقيني هازال كانت كتير مبسوطة، بس لما صار قواص فجأة ونحن بالعرس خافت شوي، بس فورال بيك أخدها وخلاها تهدى، وبعدين مزاجها تعدل وارتاحت. ايه برو، يا ترى لما صار قواص بالعرس ما صار شي لهزال، مو هيك يا بنتي؟ ما صار، هزال كتير منيحة لا تقلقي. أنا بالحقيقة قلقانة على كنان، مين بيعرف شو حالته هلأ؟ وشو رح تكون حالته؟ أكيد منهار حبيبتي. لو تروحي وتشوفي كنان بلا ما نتركه لحاله بهيك يوم. ما عندي أي مشكلة، بروحه بتطمن عليه. طيب يلا روحي. تفضل. صباح الخير. صباح النور. كنان فاشي؟ الظاهر انه راح الصبح على بكير. كنان؟ كنان؟ كنان هاي أنا إبرو. كنان أحمد؟ منيح إنه أحمد ما أنا موجود هون.
ايه برو، انت شو عم تساوي هون؟ كنان، اهلين وسهلين. اهلين فيكي، والله خوفتيني عن جد. شو عم تساوي؟ انا جيت لشوفك واطمن عليك. كتير قلقت عليك مبارح، كنت معكر. وبعدين الباب كان مفتوح وكتير ناديت، ولما ما حدا رد قلقت عليك أكتر، ففتت على غرفة النوم لحتى أطمن عليك وشوف إذا كنت نايم. وينه أخي أحمد؟ ما هون؟ ما بعرف، لما أجيت ما كان هون، على الأغلب راح على السوق أو بجوز راح على القهوة. لا تقلق، بيجي بعد شوي. أنت منيح شي؟ منيح، ما فيني شي، عايش. كان شاحن موبايلي هون. كنان، بصراحة أنا كنت بدي أقول لك شي، بس رجاء لا تفهمني غلط. برأيي أنت عم تحرق حالك مشان شخص ما بيستحقك. إيه برو، أنا لساتني ماني بوعي، فلا تزعجيني. ماشي، رجاء اهدى شوي، ما قلت شي، بس بدي أقول لك هازال هلأ كتير مبسوطة. فوراً تعودت على عائلة دمير أغلو. لهالسبب أنا بدي أقول لك انساها واطلع من الحزن اللي أنت فيه وانساها. انت لوين بدك تروح هلا؟ لعند اخي صالح. كنان. ايه برو، شو لسه بدك كمان؟ انا بس كنت بدي اسالك عن شيء تاني. امبارح في حدا قوص وقت كتب كتاب هازال، انت يا ترى؟ نعم أخي. ما قلت لي شو رأيك؟ رح تقدر تصلح لي القارب القديم؟ لا تشغل بالك، عندي رح يتصلح. طيب، يعطيك العافية. الله يعافيك. رح صلح القارب، رح صلحه. رح صلح حالي وصلح القارب. يعطيك العافية. الله يعافيك. لقيت ختيار مثلي عم تصلحه؟ قارب قديم، بس أنا وهمي ما في غير هالقارب بيقدر يحملنا. خلص وافق بقى، منروح مع بعض على اسطنبول. أساسا نص قلبي هون، بلا ما يضل عقلي كمان. المرحوم أبي
كان دائما يقول شو؟ البحر مانو مالح على الفاضي، الملح بيكوي جرح الإنسان، وطالما هالبحر كان دواء للمرحوم أبي وخلاه ينسى أمي، بلكي بيخليني ينسى كمان. رح أعمل لك زيارة بشي يوم خال عزيز، بس مو هلا، مو قبل ما أتعافى. بيقولوا إنه الزمان دواء لجراح القلب يا كنان، الدواء الوحيد لجروحك بقلبك، تتعافى وين ما كنت. إذا كنت عايش بإسطنبول أو هون ما بتفرق. لا بتفرق، وحتى كتير بتفرق. إسطنبول إسطنبول ما أنا لقلي، ما بتناسبني أبدا، ما فيني روح لهني، لا تؤاخذني. أنا بعرف شاب تاني ترك قلبه هون وراح، وهنيك قدام هداك الخليج قال ما بيقدر يبعد عن هون ولا ثانية، بس راح على اسطنبول وعاش 35 سنة وليكو واقف قدامك. ما رح أصر عليك، قلبك حيدلك على الأفضل من شانك، وبكفيني تكون منيح عم تتنفس ولا تموت. تفضل. زعلت مشانك، طالع مو من نصيبنا. أكيد صدقت كلامي هلأ، هزال كتير مبسوطة مع زوجها وعم تستمر بحياتها، ساوي أنت كمان هيك. Ugh!
أخي؟ أنت شو عم تساوي عندك؟ ها؟ اللي شبك؟ أنت منيح؟ أنا بمصيبة كبيرة وقعت بورطة كبيرة، لازم اتخبى وإلا هنن رح يقتلوني. شو عم تحكي؟ مين رح يقتلك؟ ورجيني وشك، مين سوى فيك هالشي؟ آه؟ قلي مين ضربك أخي؟ شو المصيبة اللي تورطت فيها؟ يلا احكي أخي، جاوبني، مين اللي سوى فيك هيك؟ عطيتهم البضاعة، سحبوا السلاح علي وكانوا رح يقوصوني وأنا هربت، وهلأ أنا واقع بورطة كبيرة مع يلي عطوني هذا الشغل، بدهم مصاريهم. اللي مين هنين أخي؟ آه؟ قول بسرعة مين هنين، احكي مين هنين أخي؟ عائلة دمير أوغلو. أنت عم تشتغل مع عائلة دمير أوغلو؟ أنت شو لك شغل مع هديك العائلة؟ وين لقيتهم لتشتغل معهم؟ أنت كيف وإمتى قررت تتعامل معهم؟ ليش لتشتغل معهم أخي؟ ليش؟ للمصاري. مو هزل تركتك مشان المصاري؟ سويت هالشي مشانك، مشانها يا أخي. هزل تزوجت فورال دمير أوغلو وهي تركتني بسبب هداك الرجال، كنت رح تجيب مصاري هداك الحقير على البيت؟ كنان، كنت رح تاخذ مصاري من الرجال الحقير اللي أخذ البنت اللي بحبها وتجيبهم على هذا البيت؟ صدقني. ولك انت ما عندك ولا ذرة كرامة؟ انت ما عندك شرف؟ ما في عندك عزة نفس؟ ما كنت بعرف. كيف يعني ما كنت بتعرف؟ قسما بالله ما كنت بعرف، لما وافقت على الشغل ما كنت بعرف بقصة زواجه من هزال، بعدين لقيت حالي متورط وما عاد قدرت اني اتراجع، خفت. كنان هنن رح يقتلوني، لازم اتخبى يا اخي. بعد شوي بتصل بحافظ مشان يبعت خبر لرجالنا بسرعة ليجوا ياخدوك من هون. طيب لوين بدنا نروح؟ ما رح نروح، بس انت وانت من هاللحظة كل واحد فينا بطريق. كنان لا تعب حالك معي على الفاضي، انت كنت بتعرف منيح شو البضاعة اللي بدك توصلها. ما بعرف، ما كنت بعرف، لو كنت بعرف كان ممكن ساويها. لكن هن ليش عطوك كل هالمصاري؟ تعرف انه البضاعة مخدرات. كنان خلص يا ابني اهدى، صار غلط سكر الموضوع. ايه ابني، انتو بتضلوا اخوة. يلا احمد انت قوم غسل وغير ثيابك مشان يجي ياخدوك. لوين رح روح؟ على بيتي على اسطنبول.